وصلة الرحم لا يخفاكم بأن لا تقف على شيء واحد ولا على نوع واحد، فمن صلة الرحم فمن أنواع صلة الرحم الصلة بالمال، وذلك بالإنفاق، سواء إنفاق الفرض أو إنفاق الفضل، إنفاق الفرض أو إنفاق الفضل. وكذلك من صلة الرحم القيام على خدمة الأرحام بالشفاعة لهم مثلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والله تعالى قبل ذلك يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والخدمة أيضا يعني القيام بكل ما يحتاجون إليه، القيام على كل ما يحتاجون إليه. كذلك من صلة الرحم الزيارة والتفقد، فيزورهم بين الفينة والأخرى ويتفقد أحوالهم، يسأل عن مريضهم ويسأل عن غائبهم ويسأل عن أحوالهم، هذه من صلة الرحم. كذلك السلام، السلام يسلم عليهم، والآن توفرت ولله الحمد وسائل توصيل السلام من الاتصال في الهاتف أو إرسال الرسائل مثلا، هذا كله من صلة الرحم. والسلام لا يستهان به، السلام حلقة وصل بين الأرحام وبين الناس عموما. كذلك دفع الضرر عنهم، سواء كان ضررا معنويا أو ضررا ماديا، هذا من صلة الرحم أيضا، أن تدفع عنهم الأضرار، أن تدفع عنهم الأضرار المعنوية والمادية. المعنوية مثل ماذا؟ دفع الغيبة عنهم، من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجه يوم القيامة، فكيف بقريبك؟ كيف برحمك؟ كذلك الإشكالات التي تحصل بين الأرحام، هذا كله دفع الأذى من حيث الإصلاح بين المتخاصمين، من حيث دفع التهم عنهم، وكذلك الضرر المادي الحسي. أيضا من صلة الرحم طلاقة الوجه، الابتسامة، الابتسامة يقولون ما تكلفك إلا تحريك عضلتين من عضلات الوجه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مبتسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ما رآه أحد إلا تبسم وجهه، كما قال الأمير جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. أغلب الناس الآن يتبسمون مع الأصدقاء ويتبسمون مع الغرباء، لكن تعال مع الأرحام تجده عبوسا مكفهرا مقطب الجبين، ها، مع إخوانه ومع أخواته. لا، تبسمك من صلة الرحم. كذلك الدعاء لهم، لما تدعو لهم دلالة على أن روح وحرارة الرحم ما زالت باقية. لما تدعو لهم سواء بمغيبهم أو بمشهدهم، فإن هذا علامة من علامات صلة الرحم. وليس هناك هدية تقدمها لأحد من أرحامك مثل الدعاء له بطول العمر على طاعة وبالصحة والعافية وبالدعاء الذي اعتاد الناس عليه. كذلك لاستطيع، يعني حتى لا أطيل، يمكن ضبط مسألة أنواع صلة الرحم، أن هو إيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر وفق الطاقة والاستطاعة، يكفي هذا. ولذلك ربما هذا يرجع إلى أعراف الناس، يرجع إلى أعراف الناس وعادات الناس، فيختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن بيئة إلى بيئة. ولذلك من وصل رحمه أحبه أهله، وقبل ذلك يحبه الله، وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض.